السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج ديسكوفر برايمري 2، الصف الثاني الابتدائي، ترم 1 الترم الاول. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا انهينا المرات اللي فاتت الشرح حتى page 45 او صفحة 45، وده كان في lesson 6 الدرس السادس في chapter 2 الفصل الثاني taking care of me. والنهاردة بنكمل مع بعض بداية من page 46 او صفحة 46 وعنوانها cleaning vegetables. cleaning يعني تنظيف vegetables الخضروات. ازاي بننظف الخضروات؟ لما بنجيبها من الارض او من التربة وهي مزروعة بنقطفها وبعدين بناخدها، اكيد مش هناكلها على طول، فبنعمل لها عملية cleaning او تنظيف. cleaning او التنظيف ده بيكون لي steps او مراحل. تعالوا نتكلم مع بعض شوية عن الستيبس دي او المراحل دي. فبيقول لنا هنا draw ارسم a before يعني قبل picture بتوضح صورة الخضروات دي قبل ما بتتغسل او قبل ما بنعمل لها cleaning of the vegetables للخضروات as it comes out كما تأتي of the soil من التربة of the soil من التربة draw ارسم and after picture صورة ما بعد after using بعد استخدام all كل of the cleaning tools ادوات التنظيف cleaning يعني تنظيف tools يعني أدوات. ومدينا هنا يا أصحابي two frames أو مربعين أو بروزين، مكتوب في الأول before ومكتوب في الثاني after. before هنا هنرسم فيه صورة ال vegetables أو الخضروات قبل ما نعمل لها عملية cleaning أو تنظيف، وهي لسه جاية من الأرض على طول، لسه جاية من التربة على طول. وafter هنا هنرسم صورة ال vegetables أو الخضروات بعد ما نعمل لها عملية cleaning ونستخدم all the cleaning tools أو نستخدم كل أدوات التنظيف. وخلينا نختار مثلا نوع من أنواع ال vegetables أو الخضروات، مثلا وليكن الكاروت أو الجزر، ونرسم هنا صورة للكاروت وهو لسه جاي من الأرض حالا. بعد كده بيقول لنا how كيف clean is the vegetable after using each cleaning tools. كيف تكون الخضروات نظيفة بعد استخدام كل أدوات التنظيف. How clean is the vegetable after using each cleaning tools. كيف تكون الخضروات نظيفة بعد استخدام كل أدوات التنظيف. هتكتب هنا طبعا قدام السؤال ده مثلا هنقول very clean نظيفة جدا، وإلا احنا مش هناكلها، فنكتب هنا very clean. mark علم 1 رقم 1 on the line على الخط to show لتوضح your answer اجابتك after using the towel. after using the towel طبعا احنا عارفين التاول او المنشفة اللي هي بتبقى زي المناديل المجففة كده، لما نستخدم المنشفة او التاول طبعا دي اول حاجة بنستخدمها في عملية الكلينينج او التنظيف، فهنحط هنا 1 بعد ما نستخدم التاول. مثلا هي كانت very dirty هتبقى dirty بس، هنشيل منها بعض الأوساخ. mark other tools علم الأدوات التانية using 2 و 3 مستخدما 2 و 3 and so on وهكذا. mark a W اعمل علامة بحرف ال W on the line على الخط after using water. after using water بعد استخدام الماء. وهنلاقي عندنا يا اصحابي اللاين ده او الخط ده ومكتوب عليه very dirty متسخ جدا، dirty متسخ، kind of dirty متسخ نوعا ما، kind of clean نظيف نوعا ما، mostly clean نظيف غالبا، و very clean يعني نظيف جدا. فاول حاجة يا اصحابي لما بنجيب ال vegetables او الخضروات من ال soil او من الارض من التربة هنعمل لها تنظيف بالتاول، التاول او المنشفة، فهنشيل منها اغلب الوسخات وهتبقى kind of dirty يعني متسخة نوعا ما، متسخة نوعا ما.
فهنعمل هنا نمبر 1. بعد كده ممكن نستخدم البراش، البراش او الفرشاة علشان نشيل بقية القاذورات من على الفيجيتابلز، وهتبقى هنا في الوقت ده mostly clean. mostly clean اتشال من عليها اغلب الوسخات فهتبقى غالبا نظيفة، وهنكتب هنا نمبر 2. بعد كده هنستخدم الواتر، الواتر او الماء، وهتبقى very clean. very clean نظيفة جدا، وهنكتب هنا حرف ال W زي ما هو قال لنا لما تيجي تستخدم الواتر اكتب حرف ال W، فهنعمل هنا حرف ال W زي ما احنا شايفين قدامنا. وبكده احنا قدرنا نعمل مارك ونحدد لما بستخدم كل cleaning tool لوحدها بتساهم قد ايه في عملية تنظيف ال vegetables او الخضروات، وحددنا كمان قد ايه هي بتبقى نظيفة على اللاين ده. ومكتوب هنا اصحابي record، سجل the number or letter used، الرقم او الحرف used المستخدم for لأجل each tool، كل اداة من ادوات التنظيف. so لذلك you can remember، تقدر تفتكر بعد كده. فهو عمل لنا هنا table او جدول وكاتب هنا towel 1. بعد كده هنكتب هنا brush، brush وهتبقى 2. وبعد كده طبعا تالت حاجة احنا استخدمناها بعد التاول وبعد البراش الووتر، وهي موجود قدامها حرف ال W زي ما احنا شايفين قدامنا. ومكتوب هنا في الجنب ده cleaning vegetables، cleaning vegetables تنظيف الخضروات، that grow، that grow اللي بتنمو، in the ground، in the ground في الارض، is important، is important هو مهم، because، because لأن طبعا it can't be eaten without cleaning، it can't be eaten without cleaning لا يمكن أن نأكلها، لا نستطيع أن نأكلها من غير ما تتنظف، to keep us safe and healthy، حافظ على أنفسنا safe بأمان and healthy وبصحة كويسة. يبقى it can't be eaten without cleaning to keep us safe and healthy. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معي ونوصل لبيج 47 او صفحة 47 وعنوانها engineering design process. engineering design يعني تصميم هندسي، process process يعني عملية. طبعا اي design او اي تصميم لما بيجي اي engineer بيعمله او اي مهندس بيعمله بيبقى فيه process process او عملية، عملية التصميم دي. العملية بتاعت التصميم دي بيبقى فيها steps او خطوات. عملية التصميم دي او الديزايننج دي بيبقى ليها steps او خطوات. فهنا بيكلمنا عن الخطوات بتاعت الانجينيرينج ديزاين بروسيس او عملية التصميم الهندسي، وبيقول لنا هنا underline، ضع خط تحت each step، each step كل خطوة، in the story، in the story في القصة، with the color باللون، listed below الموجود بالأسفل. مدينا هنا table مكتوب فيه idea، idea يعني الفكرة أو الرأي، وطبعا هو بيقول لنا هنا نحط تحت منها line بالبلو، بالبلو أو بالأزرق. materials، materials أو الأدوات، بيقول لنا هنا حط تحت منها خط with green، green أو بالأخضر. plan، plan أو خطة، وبيقول لنا هنا حط تحت منها خط باليلو، باليلو او بالاصفر. build، build او انشاء، وبيقول لنا حط تحت منها خط بالاورنج، بالاورنج او بالبرتقالي. وبيقول لنا هنا طبعا الديزايننج بروسيس او عملية التصميم بيبقى فيها ايديا، ايديا او فكرة او رأي، وبيبقى فيها materials، materials او مواد، وبيبقى فيها plan، plan او خطة، وبيبقى فيها build، build او انشاء، وبيبقى فيها كمان improve، improve او تحسين او تنمية. لما بيبقى انت خلاص عملت الديزاين بتاعك ممكن كمان تعدل فيه علشان تحسن من ادائه او تحسن فيه، ده اسمه improve، improve يعني تحسين. ومكتوب هنا الستوري الجميلة بتاعتنا دي، بيقول لنا مستر كالفن، السيد كالفن، سو رأى an eagle، an eagle نسر من النسور، who was missing its sharp peak اللي كان بيفتقد its sharp peak المنقار بتاعه الحاد. وطبعا احنا خدنا الستوري دي المرة اللي فاتت، ودي صورة الايجل الحقيقي اللي كان مستر كالفن عمل له نيو بيك او منقار جديد زي ما احنا شايفين قدامنا
المنقار بتاعه كان فيه مشكلة، وركب له هو الجزء ده هو واصحابه المهندسين، وعملوا له نيو بيك او منقار جديد علشان يقدر يأكل ويقدر يستمر في الحياة. فهنا بيقول لنا مستر كالفين، السيد كالفين، so an eagle who was missing its sharp beak، اللي كان بيفتقد لمنقاره الحاد. He wanted to help، هو أراد أن يساعد. طبعا هنا لسه ما خدناش لسه ما كانش فيه idea، هو بس لسه عنده ال want أو الرغبة إن هو يساعد. Mr. Calvin wanted to make the eagle a new beak. Mr. Calvin، السيد كالفن، wanted to make the eagle، أراد أن يصنع للنسر ده a new beak، منقار جديد. وده هنا بقى فيه idea او بقى فيه فكرة، فنحط منها تحتها underline بالبلو زي ما احنا شايفين قدامنا. He collaborated، يعني هو تعاون، with other engineers، مع مهندسين تانيين. They draw plans، هم رسموا خطط. هنا بقى فيه plan، واحنا قلنا طبعا ان plan هنحط تحت منها line with yellow او باللون الاصفر، فهنعمل هنا line with yellow for a new beak made out of plastic. made out مصنوع من of plastic، البلاستيك هنا طبعا ده materials او مواد، فهنعمل تحت منه underline with green او باللون الاخضر. They created، هم انشأوا، the beak المنقار. They created، هم انشأوا the beak، ده طبعا ده build، فالبيلد هنا احنا قلنا نحط تحت منه underline with orange، فنحط منه تحته underline with orange زي ما احنا شايفين قدامنا. On a 3D printer بالطبيعة ثلاثية الأبعاد زي ما احنا عرفناها المرة اللي فاتت. A dentist، طبيب الأسنان، helped، ساعد، attach، في تركيب، the beak، المنقار، to the eagle للنسر. Now، الآن، the eagle can eat again، النسر يستطيع أن يأكل مرة أخرى ويقدر يعيش بشكل عادي. وبكده احنا قدرنا نعمل underline أو نحط خط تحت كل step أو كل خطوة من الخطوات بتاعت ال designing process أو عملية التصميم، ونتنقل ال page اللي بعد كده، خليكم معي. ونوصل ل page 48 أو صفحة 48، وعنوانها paper chain challenge. paper chain هي طبعا سلسلة الورق، سلسلة الورق هي challenge يعني تحدي. فينا تحدي بنعمله معاكو ان انتوا تعملوا paper chain او سلسلة ورقية. using just one piece of paper، using مستخدما just one piece of paper، قطعة واحدة من الورق فقط، ما تاخدش اكتر من قطعة واحدة. create، انشئ، the longest chain possible، اطول سلسلة ممكنة. You can cut the paper any way you want. You can cut، أنت تستطيع أن تقطع، the paper، الورقة، any way، بأي طريقة you want، أنت تريدها. وطبعا زي ما احنا شايفين قدامنا دي صور الـ paper chain أو السلاسل الورقية المختلفة. تقدروا طبعا تاخدوا piece of paper، بس just one piece of paper أو قطعة ورقية واحدة بس، وتعملوا منها longest chain possible أو أطول سلسلة ممكنة تقدروا تعملوها، وتبقوا نجحتوا في التشالنج ده أو التحدي ده. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معي. ونوصل لبيج 49 أو صفحة 49، وعنوانها my improved plan. my improved plan، خطتي المحسنة، خطتي المعدلة. طبعا زي ما قلنا من شوية، انت ممكن تعمل بلان او خطة وتوصل للنتيجة اللي انت كنت عايزها، وبعد كده تحس ان انت كمان ممكن تعدل وتحسن من الحاجة اللي انت عملتها دي بحيث ان هي تبقى افضل، وده اسمه improve او تحسين او تنمية. فهنا بيقول لك my improved plan، يعني خطتي المحسنة. وبيقول لك write، اكتب، or draw، أو ارسم، your ideas، آراءك أو أفكارك، for your improved plan، لخطتك المحسنة. وبيقول لك هنا طبعا ال process بتاعت ال planning، ال idea،
الفكرة أو الرأي، والماتيريالز والبلان الخطة، والبيلد البيلد الإنشاء، وآخر حاجة الامبروف الامبروف أو التحسين. فالمفروض إن أنت دلوقتي يبقى عندك خطة كانت في دماغك وأنت عملتها خلاص ونجحت إن أنت تنشئ الحاجة اللي أنت كنت عايز تعمل لها بيلد، وبعد كده بتحاول تعمل لها امبروف أو تحسين. فأنا مثلا ممكن أقول إن مثلا my young brother أخويا الصغير cut out one paper of my book، قطع ورقة واحدة من كتاب بتاعي. دي البروبلم اللي انا بواجهها وعايز اعمل بلان علشان احلها. فانا عملت بلان علشان اعمل ريبير او تصليح للكتاب بتاعي وارجع الورقة اللي اتقطعت. المفروض هنا دلوقتي احاول استخدم الماتيريالز الصح علشان اقدر ارجع الورقة للكتاب بتاعي. فقررت ان انا استخدم اول حاجة by using rub روب او حبل by using روب او حبل، ان انا هستخدم حبل او رباط يعني، واربط بيه الورقة بتاعتي في الكتاب. بس انا هديسكفر او هكتشف ان دي مش الماتيريال ومش التول الصحيحة في ان انا اعمل ريبير او تصليح للبيبر دي وللكتاب بتاعي. فهعمل حاجة اسمها الامبروف او التحسين، وهغير الماتيريالز او المواد واستخدم ماتيريالز تانية او another materials، واستخدم مثلا البيست تيب او شريط اللاصق ان انا الصق بيه البيبر دي في المكان بتاعها in my book او في الكتاب بتاعي. فهنا انا عملت improve او عملية تحسين في البلان بتاعتي او في الخطة بتاعتي علشان اوصل لنتيجة افضل واحل البروبلم بتاعتي او المشكلة بتاعتي بشكل احسن. فهنا رسمت في الاخر صورة البوك بتاعي والصفحة بتاعته ما فيهاش قطع ولا اي حاجة، لاني استخدمت الماتيريالز الافضل بعد ما عملت امبروف او تحسين للبلان بتاعتي او الخطة بتاعتي. وبكده نكون انهينا شرح البيج دي، وعرفنا يعني ايه امبروف او تحسين، وازاي اي بلان او اي خطة بتتكون من مجموعة من الستبس او من الخطوات، واتكلمنا عنها. وبكده نكون انهينا درس النهاردة. اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك، اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو، والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب. وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة، وهتفرق معاه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.